السلام عليكم ورحمة الله أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا موقع جديد لربح عملة الروبل. الموقع إحصائيات الموقع إحصائيات الموقع قدامنا من المستخدمين 1215 جديد، 123 تجديدات. الموقع دي له 12 يوم احتياطي المشروع، دفع لحد الآن 1477. هنخش على الموقع، هتيجي من هنا وهتعمل تسجيل. تسجيل سهل جدا، بتحط هنا الايميل والباسورد، الاسم والايميل والباسورد، وتعمل تسجيل كده بقالك حساب في الموقع. للدخول في الموقع هنيجي من هنا لودينج، هنحط البريد الالكتروني والباسورد ونعمل تسجيل دخول. هتلاقي واجهة الموقع قدامكم بالشكل ده اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت. هنترجم باللغة العربية. الموقع عشان تشتغل عليه لازما تودع 10 روبل، عشان الموقع لو اشتغلت عليه كده مش هينفع تشتغل عليه من غير الايداع عشان يفتح معاك السحب. هنخش الاول، اول ما تخش على الموقع خش على الاعدادات من هنا، وحط هنا هتلاقي رقم هيطلبه منك لما تيجي تسحب. كلنا بقينا عارفين الرقم ده هنا يا رب، اهو رقم الدبوس. بتحط رقم مكون من 4 ارقام وتعمل له حفظ، تأكيد وحفظ، تمام. هي دي بس كل اللي بتعملها عشان تقدر تسحب من الموقع. بعد كده بنخش السوق من هنا. بعد ما تودع على 10 روبل بتخش السوق تشتري الخطة الاستثمارية الأولى عشان تشتغل في الموقع. تشتري المستوى الأول، في 6 مستويات في الموقع. لو انت حابب ان انت تزود وتشتغل على اكتر، احسن حاجة في الموقع ده بقى الاعلانات بتاعته، يعني ارباحها حلوة اوي. يعني انا عملت كام اعلان حصلت على 28 سنت منهم، ومن هنا الجمع زي ما انتم شايفين كده، يعني من هنا بتشتري ومن هنا بتجمع، بتدوس كده تجمع اهو، الجمع بيضاف لك رصيد السحب. في هنا بقى ضغط على الاعلانات، الاعلان بيوصل 9 سنت، اخر اعلانين دولت 2 سنت و40 سنت. بتدوس على الاعلان كده، بتنتظر 20 ثانية. بعد ما خلص الاعلان جاب لنا نجوم، بيقول لنا دول كام نجمة، هتقول له 4 7، هتوصله 7 كده. كده خدنا قيمة الاعلان. نقفل الصفحة وتشوف اللي بعده وهكذا. ده بالنسبة ايه للاعلانات. في مكافأة يومية حصلنا عليها. بعد كده ايه الاحالات، رابط الاحالة بتاعك من هنا. بس انا شايف الموقع يعني ايه كويس. هنخش على السحب كده من هنا اهو، فتح لي السحب بعد ما حطيت له 10 روبل وجربت وقلت اجرب. لما حطيت كده ورحت جاي حاطط الرمز السري وجيت اسحب، قال لي الحد الادنى 1 روبل للسحب اللي هو 100 من الفضة. ومن هنا لو انت هتودع في الموقع اهو، بتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه وتعمل وديعه، وبعد كده تشتري اللي انت عايزه. ومن هنا لو انت هتبدل من رصيد الشراء، من رصيد السحب رصيد الشراء. وبكده انتهينا من الشرح. موقع كويس جدا يعني، وان شاء الله اثبات السحب قريب هنعمله. انت ممكن كل يومين بنضغط على الاعلانات بس تسحب من الموقع دوت، لان الاعلانات بتاعته قيمتها عاليه قوي. وبكده كل انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، والجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر إن شاء الله.